يستمر انقطاع الكهرباء في عموم المحافظات العراقية بعد 16 عاماً من الوعود الكاذبة كما يطلق عليها العراقيون، حيث نتابع انقطاع الكهرباء في مستشفى أبو الخصيب في البصرة مع ارتفاع درجات الحرارة التي يشهدها العراق، مما اضطر الأهالي والمرضى تحديداً إلى الجلوس خارج المستشفى بسبب عدم تحمل درجة الحرارة. فنشاهد. السلام عليكم، هاي سعنا الطوارئ أبو الخصيب، وهاي المرضى هنا قاعدة برا، شوفون كهرباء ماكو، والله العالم برا.